الأخوات والأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أنه نحن الآن في المحور الرابع والأخير، والذي هو ربما في تقديري هو الأهم، لأنه يتعلق بالمحور الثقافي والإعلامي في العراق. معلوم أن الإعلام هو السلطة الرابعة، لكن أعتقد أن هذه المقولة هي قديمة. أنا أتصور اليوم أن الإعلام تقدم إلى مراحل ربما هو السلطة الأولى أو الثانية، لأن هنالك دول كان الرئيس الأمريكي يدير الدولة، دونالد ترامب يدير الدولة عبر تويتر، وعليه ربما يمكن أن نقول أن الإعلام اليوم هو السلطة الأولى من حيث التأثير وليس من حيث القرار. ومن هذا المنطلق لاحظنا أن الإعلام في قضية احتلال العراق مع الأسف كان هنالك بعض الإعلام الموجه ضد العراقيين في مرحلة ما قبل الاحتلال الأمريكي للعراق، وكان هذا عبارة عن يعني محطات راديو، حيث أنه لم يكن هنالك الستلايت قد دخل العراق قبل عام 2003، وأيضا هنالك يعني محاولات تشويهية يعني عبر الحرب النفسية على العراقيين قبل بداية العمليات العسكرية، وذلك لأن العدو يعلم جيدا أن الإعلام له أثر كبير في نشر الأمن وفي نشر الخوف أيضا. وبالتالي بقينا نعاني من هذه الآفة، آفة الإعلام، حتى هذه اللحظة. حتى لا أطيل في مقدمتي، اليوم معنا الأخ الأستاذ الدكتور نوري حمدان، وهو كاتب وصحفي عراقي دكتوراه في الإعلام الحديث، ليحدثنا عن الإعلام العراقي بعد الاحتلال، بين الخطاب السياسي والشحن الطائفي، هذه الكارثة الكبيرة، الشحن الطائفي للإعلام في العراق. ونأمل أن يوفق الدكتور لتسليط الضوء على هذه الكارثة وبيان خطورتها ليس فقط على المجتمع العراقي وإنما على عموم الأمة. تفضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شكرا جزيلا لمركز الثقافتين لهذه الفرصة، حقيقة وشرف لي أن أكون في إعداد هذه الورقة. والحقيقة بداية أقول أنه أثناء إعدادي هذه الورقة وجدت نفسي أن أضع جملة تخالف قناعتي، وهي الحياد أسطورة في الإعلام، بمعنى أنه لا يوجد إعلام، وأنا لا أعتقد كذلك. الحقيقة أنا أعتقد الإعلام يجب أن يكون محايدا حتى يقترب من القضاء، وهو بمثابة الادعاء العام، كما تحدث زميلي أستاذ جاسم عن أنه الإعلام اليوم تقدم، ليس هو السلطة الرابعة، بل هو أصبح متقدم بكثير، وهو يدار أو يدير معارك أصلا في وسائل الإعلام. في هذا المجال حقيقة أنا أتمنى أنه يعني قناعتي أنه تكون يعني يكون للإعلام دعم في استقلاليته، في حريته، في حياديته، لكي يكسب الجميع المسافة الواحدة من تحقيق المطلوب، خصوصا يعني على الواقع العراقي أريد أتحدث بهذا الخصوص. والتمييز ما بين الإعلام كمهنة لها أخلاق ومبادئ وقيم ووسيلة يتم استغلالها من قبل سياسيين أو تجار، فبالتالي من هذا حقيقة المدخل أريد أقول لماذا أو ما هو هدف الاحتلال الأمريكي للعراق في حل الإعلام العراقي. هسه أهدافه في حل مؤسسات معينة، هي أمنية، مخابراتية، عسكرية، ممكن واضحة، ولكن لماذا ذهب بحل الإعلام العراقي؟ والإعلام العراقي يعني لسببين هو ذهب باتجاه حل الإعلام العراقي. الحقيقة يعني هو يعتمد أيضا لمبدئين. الإعلام العراقي ما قبل 2003 لا يمكن وصفه بالطائفي،
والإعلام العراقي ما قبل 2003 يتمتع بنسبة لا أريد أن أدخل في يعني تحديدها، ولكن المهنية هنالك معايير في اختيار الكاتب والصحفي واختيار المذيع، وكذلك حتى المطربين والفنانين هنالك معايير لاختيارهم، لا توجد عشوائية في هذا العمل. ولكن ما بعد 2003 أصبحت الفوضى هي السائدة في الإعلام، وهذا الهدف الأمريكي حقيقة من عنده. أولا يعني أراد حل الإعلام العراقي، أولا أن لا يجد المقاوم للاحتلال منبرا إعلاميا محايدا يدافع عنه أو ينقل أخباره. اثنين، هذا هدف آني يعد. اثنين، وهو هدف يعتبر استراتيجي بالنسبة للاحتلال الأمريكي، هو نشر ثقافة الانقسام الاجتماعي، تقسيم العراق، وهو هذا الهدف وفق المحصصة الطائفية سنة شيعة وكرد، وتمثلت في تشكيل شبكة الإعلام العراقية. شبكة الإعلام العراقية يعني احنا ممكن الحديث عنها لما نوصل إلى أنواع وسائل الإعلام، ولكن هو يعني حقيقة التأثير الخارجي أريد أتحدث عنه قبل ما أروح أدخل في شبكة الإعلام العراقية والوسائل الإعلامية الأخرى. التأثير الخارجي الحقيقة كل ما أتحدث عنه في عن الدور الأمريكي والاحتلال الأمريكي في استغلال الإعلام باحتلال العراق ومن ثم تشكيلة السلطة العراقية الحالية بتقسيماتها الثلاثة، هي في كل هذه المجالات هو نجد الدور الإيراني يعني في بعض الأحيان يكون متقدما عن الدور الأمريكي، ولم يأتي يوم هو متأخر، هو يا أما يكون في سواء مع الدور الأمريكي أو متقدم على الدور الأمريكي. كانت هنالك وسائل إعلام موجهة إذاعية وحتى فضائية بالرغم من عدم وجود ستلايت في العراق على يعني الجمهور أو التعبئة بطريقة يعني بطريقة مباشرة للمجتمع العراقي من خلال الإعلام الأمريكي العربي وكذلك الإعلام الإيراني العربي. بعد 2003 لم يكتفوا بهذه المؤسسات اللي هي يعني تغذي الانقسام العراقي، هم دعموا وسائل إعلام عراقية تعتبر في العراق وبرامج ومناهج إعلامية لهذه التغذية حقيقة يعني. فبالتالي تقسم الإعلام عندنا بالعراق، لم يبقى الإعلام الذي يطلق عليه الإعلام الوطني أو الإعلام المسؤول أو الإعلام العراقي، ففقد العراق هويته الإعلامية وذهب باتجاهات حقيقة مع الأسف الشديد هي طائفية، وروج لها بشكل قوي وغذي بأموال طائلة خارجية لتأسيس مؤسسات إعلامية فضائية وكذلك إذاعية وحتى مجلات وصحف. اشتغل يعني صار الحديث عن هذا يعني هذا المجال كلش كبير. واحنا اذا نريد نركز شويه حقيقه فقط بدايه يعني على اعلام الدوله، يفترض انه لدينا اعلام دوله. ما بعد 2003 وحل الاعلام العراقي تشكلت هيئه الاعلام والاتصالات وكذلك شبكه الاعلام العراقية. شبكة الإعلام العراقية يفترض أن تكون هي ممولة طبعا من المال العام، ويفترض أن تكون هي عراقية لكل العراقيين، ولكن مباشرة بعد ما تم الشروع بعملها هي أصبحت تابعة لمكتب رئيس الوزراء، وحتى تمكن منها حزب الدعوة بالكامل. يعني هذا ليس سرا، هذا يعني كل العراقيين يعلمون جيدا أنه شبكة الإعلام العراقية في عهد نوري المالكي عندما ترأس الوزراء هي أصبحت تابعة لمكتبه ثم تابعة لجهات في حزب الدعوة وتغلغل فيها في يعني في مراكزها المهمة لقيادتها أو لإدارتها أعضاء من حزب الدعوة، بالتالي هي أصبحت ناطقة
بشكل واضح ومباشر باسم الحكومة العراقية وباسم المالكي تحديدا، يعني في الدورة الأولى بالنسبة للمالكي وحتى الدورة الثانية، وتأثير المالكي لحد اليوم موجود على هذه الشبكة بالرغم من أنه غادر الحكومة من 2014، ولكن إلى اليوم هو دوره مؤثر لدرجة يعني محل الشاهد هنا يعني لدرجة أنه في تغريدة له يوم أمس تم إنهاء عقد أحد العاملين في المؤسسة. أحد العاملين في المؤسسة نتيجة تغريدة له أغضبت المالكي، المالكي وجاوبه في تغريدة ثاني يوم مباشرة أو بنفس اليوم تم إنهاء العقد مع بنفس اليوم، وهو يعني معروف أكيد بالنسبة لكم وإعلامي بسيط، يعني الرجل لا ينتمي إلى جهة سياسية ولكن هو جزء من هذه العملية، ليس بعيدا يعني، ولكن تم انهاء عمله حقيقة في الشبكة بسبب تغريدة. وأنا هنا أذكرها حقيقة لدور المالك المؤثر إلى اليوم في شبكة الإعلام العراقية. فبالتالي لا يوجد لدينا إعلام مع الأسف الشديد، يعني أنا لهذا السبب قلت أنا اضطريت أن أضع جملة أنه الحياد هو أسطورة وهو خلاف لقناعتي، لأنه لا يوجد لدينا اليوم إعلام مستقل. عندما نصنف الإعلام لدينا في العراق اليوم نجده على الأقل ثلاث، ينقسم إلى ثلاث أنواع. النوع الأول وهو النوع الدولة أو الحكومي من شبكة الإعلام العراقية إلى المؤسسات الإعلامية التي تديرها الحكومات المحلية بالمحافظات، ومن بعدها الإعلام الحزبي وهو في أغلبه طائفي بامتياز، والإعلام المستقل الذي حورب بعدة جهات من عندها الضغط السلطات الأمنية والميليشياوية في على هذا الإعلام، وكذلك الضغط والمحاصرة في التمويل. الإعلام معروف خصوصا المستقل يفترض أنه يكون يمول من الإعلانات، يعني هذا شغله يعني، ولكن للأسف هذا المجال في الإعلام أو هذا المجال في تمويل هذا الإعلام غاب عن الإعلام المستقل بسبب محاصرة الإعلام الحزبي لهذا الإعلام، لأنه استحوذت الإعلام، يعني استحوذ الإعلام الحزبي على موارد الإعلانات الحكومية التي مقرة في القانون، مقرة في القانون 2% من مناقصات الدولة تكون للإعلام المستقل، ولكن هذا فقط على الورق. حقيقة هذه تم استحواذها للإعلام الحزبي، والإعلام المستقل لم يجد له يعني ممول اقتصادي أو ممول مالي يديم عمله غير اللجوء إلى دعم من شخصيات سياسية، وهنا فقط هذا الإعلام استقلاليته وأصبح تابع لجهات سياسية أو شخصيات سياسية. الإعلام يعني الحقيقة الطامة الكبرى اللي إحنا يعني وقع فيها الإعلام بشكل عام هو التجير أو هو الشحن الطائفي، يعني يفترض كان من الإعلام أن يواجه التحديات الطائفية بخطاب إعلامي، ولكن للأسف الإعلام هو بات يشحن المجتمع طائفيا، لأنه الإعلام انقسم على دور الأحزاب السياسية الطائفية، وكل طبعا هنا أكو تباين ما بين مؤسسة إعلامية وأخرى، هنالك مؤسسات إعلامية تتحدث بطائفية بشكل مباشر وهناك أقل وطأة، لأنه الحزب السياسي هو لديه حرج في هذا الخطاب أو ذاك، فكل هذا كان يعني يجيش المجتمع باتجاه طائفي مقيت وتغييب الأخبار الحقيقية على الجمهور بشكل عام. الجمهور يتلقى تعرفون الوسائل من هذه وسائل الإعلام، حتى يتم صيانة الإعلام الطائفي واستمراره في العمل وتغذيته للمجتمع بهذه بالخطاب الطائفي
لم تكتفي الجهات الداعمة، وهنا أريد أتحدث شوية بشكل مباشر أكثر، لم تكتفي إيران من دعمها المباشر لهذه المؤسسات الإعلامية التي تعمل بشحن طائفي، هي استنسخت الاتحاد التلفزيونات والإذاعات الإيرانية ونقله إلى العراق، بل جعلته اتحادا تابعا أو فرعا تابعا لذاك الاتحاد، ونظمت له ماليته أو تمويله بطريقة الإعلانات الحكومية لهذا الإعلان. وكل إعلام العراقية، كل إعلام خارج إطار هذا الاتحاد لم يجد له يعني أي ممول إعلامي غير الدخول في هذا الاتحاد. يعني كل الاستقلال انتهى بالنسبة للإعلام، وضغط مباشر بشكل كبير على الصحفيين لدرجة يعني حقيقة استغلال القضاء واستغلال بعض القوانين القديمة التي تتقاطع شيء مع الدستور اليوم من إخفات الصوت المستقل في الإعلام أيضا. يعني شوف أنا حقيقة يعني من أن داعد هذه الورقة، إحنا كصحفيين لما نكتب نستدل ونقدم الأدلة، لأنه هذا حتى نحمي نفسنا قانونيا، ولكن عندما كتبت وجدت نفسي أنه أنا ليس بحاجة بالاستدلال، لأنه يوميا بل كل ساعة بل كل دقيقة هنالك أحداث تؤكد ما نقول. قبل أكثر من يومين أيضا هنالك مشهد تمثيلي في إحدى القنوات الإعلامية، بغض النظر عن توجه هذه القناة وبغض النظر عن المقدم البرنامج وانتماءاته السياسية، ولكن هو مشهد تمثيلي عبر عن واقع حال موجود في إحدى الوزارات. اليوم هم يواجهون المقاضاة ويواجهون عقوبات صعبة قد تكون في القضاء، ممكن تسويتها مع مقدم البرنامج والقناة لأنهم لهم يعني لهم دور في العملية السياسية، تتم التسوية معهم، ولكن هذا الإجراء القانوني يرهب من؟ يرهب الإعلاميين المستقلين الغير منتمين لهذه الجهات، أو الإعلاميين الذين يعارضون العملية السياسية، هم لا يتمكنوا من العمل داخل العراق وسط هذه الأجواء المشحونة من يعني الطائفية التي تحمي الفساد، والفساد هو الممول الأساسي للطائفية. أنا أعتذر إذا طولت، ولكن الحقيقة بالورقة إن شاء الله تقروها بعدين بيها تفاصيل أكثر من اللي تحدثت به، يمكن حكيت بشكل عموميات سريعة حتى أقدر أختزل ما موجود بالورقة. وأنا مرة أخرى أجد شكري لمركز الرافدين لتحتي هذه الفرصة، وهي فرصة كبيرة وشرف لي أن أكون بيناتكم وتقديم هذا العرض البسيط، أتمنى أنه يعني أوفيت في جانب منه. شكرا. شكرا دكتور نوري، حقيقة كانت محاضرة جميلة سلسة هادئة طيبة ومركزة، وبالتالي يعني تبقى خطورة الإعلام يعرفها الأعداء قبل يعني من يحكمون دولنا، بدليل أن القوات الأمريكية الغازية والقائد الأمريكي المدني بريمر حينما ذهب إلى حل الجيش العراقي ذهب إلى حل الإعلام العراقي، لأنهم يعلمون خطورة الإعلام في التأثير على العقول، وعليه من هنا تأتي أهمية وخطورة الإعلام. أنا اليوم أمام قضية الإعلام الشعبي أو مواقع التواصل، مع الأسف هي في العراق هي عبارة عن مصائد للصحفيين أحرار، وبالتالي لدينا عديد من الزملاء يواجهون يعني الحرج في كتابة آرائهم عبر مواقع التواصل بسبب الملاحقات القانونية، وبالتالي هم يتحدثون عن ديمقراطية في العراق لكنها في الحقيقة هي ديكتاتورية بأطر ديمقراطية. نفتح المجال الآن للأخوة المتداخلين، يعني يمكن لكل متداخل بدقيقتين يمكن أن يعطي السؤال أو الفكرة التي يحب أن يطرحها.
الحمد لله يبدو المحاضرة يعني واضحة. وتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا حقيقة ما عندي سؤال، ولكن بس أحببت أن أشارك أول أشكر الإخوة في مركز الرافدين لإتاحتهم لنا هذه الفرصة الطيبة المباركة. وبعد مرور 19 سنة من الاحتلال الأمريكي على العراق وتداعيات هذا الاحتلال إلى يومنا هذا، وحقيقة الاحتلال هو عبارة عن سرطان طبيعي جدا أن يفرز كل هذه النتائج التي نتكلم عنها اليوم، سواء في البعد الحقوقي أو في البعد الإعلامي أو في الإطار السياسي والأمني. وبالتالي لا يمكن التخلص من أو لا يمكن التخلص من الأعراض التي تناولتموها إلا بالتخلص حقيقة من جوهر لب المشكلة، وهي قضية الاحتلال وتوابع هذا الاحتلال ومن يساند هذا الاحتلال. حقيقة موضوع الإعلام تبرز أهميته في أن النقطة الأساسية اللي انطلقت منها حتى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين كانت يعني فكرة الإعلام حاضرة، يعني الترويج والشيء اللي تم من خلال في تلك الفترة التي عاصرناها. نلاحظ أن الإعلام يعني يمكن كان متقدم جدا ومشى بعيد في تصوير العراق وشيطنة الحالة العراقية في ذلك الوقت، ثم بعد سقوط النظام أيضا حاول أن يشرع لبقائه، وللأسف الشديد تماهت معه أيضا بعض الأدوات الإعلامية في المنطقة العربية. يعني لم يكن فقط الاستناد على الإعلام العراقي، ولكن رأينا كيف أن بعض الأنظمة أو بعض المجموعات للأسف الشديد المحسوبة على الإعلام الخليجي كيف أيضا تماهى مع هذه الحالة، وصور لنا بأن والله الأمور في العراق شيء مختلف تماما. يعني المقاومة تصور بأنها إرهاب، شعب تحت الاحتلال يصور بأن والله هذا الشعب يمارس العنف ضد الأبرياء. فموضوع الإعلام كما تفضلت حقيقة كان مهم جدا وله أهميته، ونأمل أنه أيضا في الفترة القادمة إن شاء الله أن يعمل الإخوة العراقيون في إبراز إعلام حقيقي حتى إن شاء الله يتم مقاومة هذا الخطر، لأن ما سمي بالنكبة العراقية حقيقة هي نكبة للأمة. يعني يمكن نحن بالذات في إريتريا مثلا كنا من أكثر الناس تضررا بما حصل في العراق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه تحل هذه المشكلة إن شاء الله. جزاكم الله خير، شكرا لكل الذين قدموا الأوراق. شكرا. عندي سؤالين، بدي اسمع رأي الدكتور نوري بوضعية الإعلام العراقي في المهجر. ما بعرف إذا أنتم بتسموه بالمهجر، شو بتسموه، يعني شو تصنيفه هو، في يعني شو كيف وضعيته في الخارج، وكيف ارتداد تأثيره على الداخل العراقي. يعني الإعلام العراقي في الخارج هل يتابع من الداخل؟ عندكم أرقام يعني تقديرات قديش نسبون قديش تأثيره؟ بدي أسألك سؤال تاني دكتور نوري، سؤال تاني، إنه الرقابة، نظام الرقابة في الداخل العراقي على وسائل الإعلام كيف بيشتغل، كيف يعمل باختصار؟ طبعا مع الشكر. شكرا. الله يعطيك العافية، محاضرة فعلا مفيدة وقيمة. أنا بأذهب دائما لإيجاد حلول يعني لموضوع الانتهاكات التي يعرض لها الصحفيين والإعلاميين في العراق. هل هناك جهود لأجل توثيق هذه الانتهاكات وعرضها على المنظمات الدولية لأجل تقديم هؤلاء المجرمين الذين يتعمدون مثل هذه الانتهاكات إلى محاكمات دولية ومطاردتهم؟ العنوان الثاني، هل هناك آليات للتخلص من رقابة هذه الحكومة الميليشياوية، سواء بإخراج المؤسسات الإعلامية خارج البلد أو وضعها في بيئات آمنة؟ شكرا. شكرا جزيلا الحقيقة. يعني فعلا الشيخ، أهمية الإعلام مهمة جدا. يعني تعرف يعني الاحتلال الأمريكي اشتغل في الإعلام قبل ما
يعني يشتغل على القوات العسكرية يعني حل الإعلام العراقي أسوة بالمؤسسات الأمنية. فلذلك أنا تحدثت عن الإعلام وشرت إلى حل الإعلام لسببين من قبل الاحتلال الأمريكي. هو السبب الأول أن يعني يغيب صوت المقاومة أو مقاومة الاحتلال، فالمقاوم لم يجد له إعلاما متزنا، إعلاما محايدا ينقل وجهة نظره بشكل حقيقي، فبالتالي أصبحت الصورة ضبابية ومشوهة غير مكتملة. أيضا السبب الآخر هو تغذيته للثقافة الاجتماعية وتقسيم المجتمع إلى فئات وغياب الهوية الوطنية. لما نفقد هويتنا الإعلامية هو الهدف من عنده تغييب الهوية الوطنية والاعتماد على الهويات الثانوية. أما دكتور سمير، حقيقة الإعلام اللي في المهجر أو الإعلام اللي خارج العراق مستوى تأثيره كلش كبير وحاضر في بيوت العراقيين، لدرجة أنه يعني على سبيل المثال أنه عندما يكون لي تصريح أو مقابلة من على شاشة القناة الرافدين، أقارب وأصدقائي يتصلون بي ومرات يثنون عن ما طرحته، يثنون علي في ما طرحته أو يعززون من معلوماتي الداخلية. فلذلك في بعض الأحيان أتحدث عن معلومات من داخل العراق من خلال اتصال أصدقاء، فبالتالي هو حاضر ومؤثر. الرقابة الإعلامية حقيقة إحنا الآن عندنا غياب للرقابة الإعلامية. لا ما إحنا بسبب الادعاء بأنه الدستور كفل حرية الإعلام وحرية إبداء الرأي تماما غيبت المؤسسات الرقابية الرسمية. الآن عندنا رقابة، ولكن هاي الرقابة هي ميليشياوية فئوية لجهات سياسية ومسلحية، يعني حتى المسلحين ذولا هم اللي يحاسبون. ما عندنا سلطة قانونية تحاسب الصحفي بالمناسبة. يعني عندنا بالعراق لا، يعني القانون العراقي، الدولة العراقية الآن اليوم في إقليم كردستان وحتى في عموم المحافظات لا يوجد قانون يوقف يوم واحد في الحبس صحفي عن خبر ينقله أو عن رأي يقوله. هاي ما موجودة، ولكن الرقابة الموجودة اليوم والخشية الموجودة هي من انتهاكات الميليشيات اتجاه الصحفيين وتهديدهم. الرقابة الحقيقية اللي نخشاها رقابتهم وتهديدهم. يعني اليوم المثال اللي ذكرته في إقالة أو إنهاء عقد صحفي من شبكة الإعلام العراقية ناتج عن تغريدة رئيس حزب، مو قاضي ولا رئيس مؤسسة حكومية، مو رقابية، تغريدة لنور المالكي. بنفس اليوم ينهي خدماته رئيس شبكة الإعلام العراقية لهذا الصحفي. هاي الرقابة اللي هي نعم الرقابة بالمؤسسين، وين النقابات، وين دورها هون؟ يعني هي المفروض أن تلعب أفضل مني تعرف هالشيء بين الإعلامي وبين المؤسسة الرسمية، لكن يكون في نقابات تحمي حقوق ومصالح الإعلاميين. كيف وين هاي المؤسسين؟ نعم احنا شوف عندنا ايضا بالعراق اليوم حاليا، وهي ايضا ترتبط هذا باجابه للاستاذ محمد حول الانتهاكات للصحفيين، هي تعتبر هذا انتهاك. اليوم عندنا في بعض مؤسسات اعلاميه، في بعض مؤسسات يعني صحفيه او منظمات مجتمع مدني تدافع عن حقوق الانسان لديها مساحه، او تدافع عن حقوق الاعلاميين لديها مساحه من الحريه، هي بعيده عن هذه السلطات، ترصد الانتهاكات. وأكيد موضوع هذه التغريدة وإقالة هذا الشخص من شبكة الإعلام العراقي راح يدخل ضمن الانتهاكات حق لحقوق الصحفيين، وراح يدخل ضمن إطار التقارير التي تصدر سنويا أو شهريا من هذه المؤسسات، وعندنا أبرزها مرصد الحريات ومركز مترو في الإقليم. ذولا يرصدون مثل هكذا شبك، ولكن مع الأسف أكدها عندنا نقابة صحفيين العراقيين، ونقيب الصحفيين العراقيين هو رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ولكن دوره وصوته غائب، بل في بعض الأحيان يكون هو جزء من الميليشيات ويتحمل مسؤوليتي. طبعا لأنه قادة هذه الميليشيات يزورون النقابة،
وقادت هذه الميليشيات هم أعضاء في النقابة. فبالتالي غياب هذا الدور، يعني إحنا ما عندنا نقابة تدافع عنه حقيقة، لدينا منظمات مجتمع مدني تدافع ولكن صوتها غير مؤثر، مو مثل النقابة. ولا يوجد قانون في العراق. ولا يوجد قانون في العراق بالرغم من أنه يوجد قانون. نقطة هنا مهمة جدا، لدينا قانونيا قانون حق وحرية الصحفيين في إقليم كردستان، ولدينا قانون حماية الصحفيين والإعلاميين في العراق، وفي بنود تحمي هذا الصحفي. وأنا قلت إنه إحنا اليوم ما نخشى من المحكمة، إحنا اليوم عندنا قوانين تحمينا بالمحكمة كصحفيين، ولكن إحنا نخشى من رقابة الميليشيات وتنفيذها لقرارات يعني هي تصدرها مو القضاء، هي تصدرها مو القرار، ولا هذا قرار إقالة الصحفي لأنه من تغريدة لرئيس حزب تغريدة قديمة عاد هو نشرها. هو الرجل كاتب تغريدة من قبل 10 سنوات عاد نشرها، هذه أثارت غضب نوري المالكي. نوري المالكي أصدر تغريدة، كتب تغريدة بحقه، مباشرة رئيس الشبكة أقاله. ماكو حكم، لا حكم قضائي ولا أكو منظمة غير اللي ذكرتهم طبعا حقيقة، هاي منظمات المجتمع المدني اللي هي مثل مركز مترو أو الرصد، يعني ذولا تأثيرهم كلش بسيط. يعني النقابة أصلا ما لها دور، ما صدر أي بيان يدافع عن هذا الصحفي اللي صدر من عنده، بالرغم من أنه القانون يقول يحضر مع الصحفي أثناء المحاكمة محامي من النقابة أو نقيب الصحفيين، والنقابة لم تتحدث عن أي شيء، لأنه في 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 سنة من السنين في دورة المالكي منح النقابة ضمن الموازنة 4 مليار دينار عراقي للنقابة. فهذا بعد يا نقيب يقدر يحكي، يعني تم تمويلها وهي سابقة بالمناسبة، هذه سابقة حتى في ما قبل عام 2003 وما يوصف بالإعلام الشمولي اللي كان عندنا، ما كانت تمول النقابة من ميزانية الدولة، كانت تمول النقابة من الإعلانات اللي ذكرتها آني، إعلانات المؤسسات الحكومية اللي هي بيها نسبة 2% إلى 3%، هاي للإعلام المستقل جزء من عندها للنقابة واشتراكات أعضائها، بينما تجي حتى في وقتها صارت ضجة. فهذا حقيقة هذا الواقع مع الأسف الشديد. شكرا يعني شكرا عفوا، بس ملاحظة، يعني أكو فد إشارة يعني أثناء يعني حديثي بالبداية دكتور سمير، يعني آسف لي هذه الوقفة، أنه الـ 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 هذا الاتحاد يمول الإعلام، يمول القنوات العراقية، لو يمول القنوات الإيرانية. طبعا الحقيقة أنه ماكو أدلة مباشرة بأنه هو هذا موارده اللي اليوم أصبحت من الميزانية العراقية بسبب الإعلانات وقنوات أخرى اللي تغذيه من المال العراقي، هو بشكل يعني ماكو أدلة بأنه يمول الإعلام أو الاتحاد الإيراني أو القنوات الإيرانية، ولكن ارتباطه بشكل مباشر مع هذا الاتحاد هو محط شبهة، قد يكون هو محط شبهة وقد تتحول هذه الأموال وهذا هنا إشارة كلش دقيقة، أنه إيران كانت تمول هذه المؤسسات الإعلامية في بداياتها، ولكن اليوم هي مستفيدة من هذه، لأنه هذه قامت تمول من المال العام بطرق عدة، منها الإعلانات والاستحواذ عليها وحرم الإعلام المستقل، ومنها من ملفات الفساد والتعاقد. في بعض المؤسسات الإعلامية اليوم تخضع أو تمارس الوساطات ما بين المقاولين والمؤسسات الحكومية لإبرام أو للحصول على مناقصات حكومية حتى تضمن نسبة من هذه العقود. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا بالنسبة للإعلام في المهجر يا دكتور، أنا أذكر حادثة بسيطة، كنت أكتب في جريدة عربية معروفة جدا، ما أريد أذكرها من باب الاحترام لهم، كنت مشترك في مجموعة واتساب لبعض يعني الزملاء من شتى الأطياف بالعراق، على اعتبار أنا صحفي وأريد أبين يعني أوصل صوتي لكل عراقي.
نشرت الرابط المقال بعد مباشرة بعد دقيقة ذكر واحد من الإعلاميين العراقيين وهو اليوم رئيس منظمة يعني شوف المفارقة للدفاع عن حقوق الإعلاميين، ما أريد أذكر اسمه، قال يا زملاء ممكن تعطوني رقم سعادة السفير فلان في الدولة الفلانية اللي أنا أكتب بها. بعد أسبوعين إجاني رد من الجريدة اللي تقول إنه الحرية سقفها السماء، نعتذر عن استقبال المقالات لأسباب سياسية. تخيل مقال واحد تم ملاحقتي عليه، وبالتالي الإعلام في المهجر حقيقة الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر صعب جدا، وليس من الهين أن تجد مجالا تكتب فيه يعني الرأي العراقي، عدا بعض الصحف العربية المرموقة الرصينة التي تسمح بهذا الأمر، والحمد لله هي ما زالت تعطي مجال للكتاب العراقيين لإبداء هذا الرأي. حقيقة يعني المحاضرة قيمة والأمر يعني مؤلم، لكن كلنا أمل أن المقاومة العراقية التي أجبرت الأمريكان على توقيع الاتفاقية الأمنية مع حكومة نوري مالكي، والتي أجبرت الأمريكان على الخروج من العراق الخروج الرسمي نهاية عام 2011، أعتقد هنالك حدث يوازي هذه المقاومة وهو ثورة تشرين. أعتقد أن ثورة تشرين قلبت الموازنة، هي نوع آخر من المقاومة في العراق، استطاعت وبكل قوة وبكل رجولة استطاع شباب العراق أن يوصلوا صوتهم لكل القوى الحاكمة في العراق، ومنذ ثورة تشرين وحتى اليوم انقلبت المعادلة السياسية في العراق. أنا أعتقد أن العراق ربما في العام القادم سنحتفل هنا وربما في العراق يعني تحقيق أمل وطموح جميع العراقيين بأن تكون لدينا دولة مواطنة، دولة خالية من القتلة والمجرمين، دولة مليئة بالعدل، خالية من الطائفية، خالية من العرقية، تجمع الطيف العراقي كما هو قبل الاحتلال. هذا أملنا كبير بسبب وعي الشعب العراقي الذي أنتج ثورة تشرين. الشكر للأخ الأستاذ نوري حمدان، والشكر حقيقة لكم جميعا على صبركم على هذه على هذا المؤتمر المهم والمطول في ذات الوقت، ونحن في أجواء رمضانية، والآن نترك المجال للأخوة المنظمين في المنظمين للمؤتمر لتوزيع الدروع على السادة المحاضرين، وشكرا جزيلا لكم.